الخارجية تؤكد على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وزيرة الدفاع تدعو النساء للدخول في الجيش النمساوي لأن نسبتهم ضئيلة جدا. فيلبا مايا يدعو لفرملة زيادة إيجارات المنازل للسيطرة على التضخم. القوات الخاصة تعتقل عراقي غش في امتحان جنسية نمساوية وهدد المشرفة. من جديد، فيينا ثاني أكثر المدن شعبية في العالم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي شارلنبيرغ أن من خلال التعاون الدولي يمكننا إنشاء مجتمعات قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وقال بمناسبة اليوم العالمي أن المرأة في قلب السياسة الخارجية لبلاده وتحتل الأولوية في العمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المساواة وحماية حقوقها واحتياجاتها الخاصة من الاهتمامات المركزية التي عالجتها النمسا. وفي أحدث دراسة لمكتب اندماج أوضحت زيادة عدد النساء الأجانب بنسبة 17%، حيث أن كل رابع امرأة في النمسا هي من أصول مهاجرة. دعت وزيرة الدفاع النمساوية تانا إلى تعزيز وجود المرأة في الجيش، حيث يوجد حالياً 645 مجندة بنسبة 4%. وقالت أنه اعتباراً من أبريل من مفترض أن تؤدي إمكانية الخدمة العسكرية الأساسية الطوعية للنساء إلى زيادة نسبتهم في الجيش، وبذلك يجب أن تتعرف النساء على الجيش في الخدمة التطوعية والاطلاع على جميع الخيارات الوظيفية المختلفة هناك، مشيرة لوجود امرأتين برتبة عميد كأعلى مناصب حالية وصلت إليها. Die jungen Männer gehen zur Stellung in eine unserer 6 Stellungsstraßen, werden dort entsprechend untersucht und dann dementsprechend auch eingestuft. Wie war es bis dato für die Frauen? Bis dato war es so, dass die Frauen sich in Wels im Heerespersonalamt einer طلب رئيس معهد فيفو للدراسات الاقتصادية جابرييل فيلبامايا بفرملة وطنية لأسعار الإيجارات، محذرا من ارتفاع التضخم لهذا العام إلى 7%. وقال فيلبامايا الوقت ينفذ لإيجاد حل، حيث أن هناك زيادة كبيرة في الإيجارات المرجعية بنسبة 8.6% في أبريل، كما سترتفع إيجارات الفئات بنسبة 5% من يوليو لحوالي 375 ألف شقة إيجارية ذات قيمة مرجعية وحوالي 150 ألف لإيجار الفئات. لذلك يجب التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل على أبعد تقدير من أجل اتخاذ قرار في المجلس الوطني بحلول أبريل. اعتقلت قوات التدخل السريع المرموز لها SEG في النمسا العليا شابا عراقيا لأنه هدد مشرفة امتحان اللغة الألمانية بعد أن كشفته في حالة غش. وبحسب RF نقلا عن الشرطة، ضبط وهو يغش في امتحان اللغة الألمانية للحصول على الجنسية، وبعد اكتشافه أخرجته المشرفة من الاختبار، وفي الوقت نفسه سرق هاتفها واستمر العراقي بتهديدها وطلب منها دفع النقود لاستعادة هاتفها، وبعد اعتقاله تم نقله إلى السجن بأمر من مكتب المدعي العام. حصلت مدينة فيينا على المرتبة الثانية عالميا في أكثر المدن المتوسطة رواجا في عام 2022. وحسب دراسة لشركة الاستشارات بوستون كونسلينج جروب، كانت لندن ونيويورك من أكثر المدن العملاقة رواجا، وكوبنهاغن في المرتبة الأولى في المدن المتوسطة. وسجلت فيينا نتائج جيدة في جميع مؤشرات التقييم البالغ عددها 26، خاصة في البيئة الاقتصادية والخدمات الحكومية،
واستندت الدراسة إلى استطلاعات أكثر من 50,000 شخص في 81 مدينة حول العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فريق عمل إنفوغرات يتمنى عيدا جميلا للمرأة، مع العلم أن أكثر من نصف فريق عملنا هن من النساء. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا بينار الحامد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.